السلام عليكم. انا في الفيديو ده هحاول اعمل تحميل لملف بي دي اف من السيسو. قبل ما ابدا عاوز انبه انه انا عندي الاب الجوجل درايف دي، اول ما تنزل الجوجل درايف هو اوتوماتيكلي بينزل بي دي اف ريدر اب، بيفتح الملفات بتاعه البي دي اف. برجع للسيسو، انا حاليا في الصف السابع الماده اللغه العربيه، هضغط على الاكتيفيتي قدامي دي. أول ما تفتح معي في أسفل الشاشة بتلقى فيه View Original، tap on that، ندوس عليها. هنا في اللحظة دي هو بيفتح لي الملف بتاع الـ PDF بالجوجل درايف. بتلاحظ في أعلى شاشة في الثلاثة نقاط دي، أول ما الملف يفتح معي بدوس على الثلاثة نقاط. في الـ Options Send File، ده ممكن ترسله لروحك في الواتساب، في الايميل، او في اي اب انت عندك او اي اكاونت. اوبن ويز برضو لو عندك ملف بتاع اب بتاع بي دي اف ريدر تاني عاوز تفتحه به ممكن برضو، او سيمبلي ممكن بس تدوس على داونلود وهو بينزل عندك في الموبايل. شكرا.